السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله اليوم في مخرج خمسة. خمسة شباب، بارك أحمد. تمام الحمد لله. نواف كيف أمورك؟ حب. هلا بالحب. فيصل هلا وسهلا. حيا الله محمد. هلا والله. مخرج خمسة وش وضعه؟ جيك زحف مخرج خمسة. بالعكس أنا أشوف الطريق في وسائل سلامة في كل شيء. أنا بالنسبة لي مخرج خمسة يا شيخ يبغى له إعادة هيكلة من جديد. مخرج خمسة تستطيع النقد فيه بصراحة. أقول مخرج خمسة نفجر فيه من الساعة. يا هلا ويا مرحبا بالشباب، حياكم الله. أحمد كيفك؟ تمام الله. محمد هلا والله. فيصل ماني براد. سلامات. نواف ليه تقول شباب؟ هلا بالحب يا أخي. أنا هلالي يا أخي. قل يا هلال. طلع برا يا سلام. إيش دعوة الحين؟ دقيقة أنا قلت يا شباب عشان إحنا شباب قاعدين، ما هم كهيل ولا هم عجايز قاعدين يا أخي. طيب قل يا لا صعبة، لازم تقول يا أخي. يلا خلاص مشها يا شباب. خلاص مشها. انحشر خلاص. أوكي طيب شباب، بسأل كل واحد يجاوبني بصراحة. أوكي أحمد، كيف وضع الكرة في السعودية؟ يجلط. طيب ليش يجلط؟ يعني نادي مستوى ضعيف موسم هذا، تلقى ماخذ الدوري، يعني شيء يقهر. رايح فيها. كيف وضع الكرة يا محمد عندنا السعودية؟ رايح فيها. والسبب؟ السبب يجيك رئيس النادي مكرش. ايوه عرفت. ترى على فكره بس بعطيك شغله معلومه لازم تفهمها، ترى رئيس النادي ما بيلعب بوسط. لا بس ما في اي شيء رياضي. ما في اي شيء رياضي يخي. ما علينا، جسمه كذا ما يدل الرياضه. النادي يحتاج الى فلوس. فلوس رياضيه. فلوس رياضيه. لا مو بشرط فلوس، مي بكل شيء يا اخوي. فلوس عندها لياقه. فلوس تهرول يعني يا اخوي. واحد عنده فلوس يراس نادي، هذه ما اختلفنا عليها. في اداره فنيه، في جهه فنيه في الموضوع، صح ولا لا؟ وين الميول طيب؟ وين الرياضة طيب؟ فيصل كيف وضع الكرة في السعودية؟ والله جميل جدا يا أخي. يكفيك إن في شيء يشغلنا يا الشباب، نشوف الكرة. يعني تتابع مباراة، فريقك ينهزم، فريقك يفوز. طيب هذا شيء جميل. راضي عن وضع المنتخب السعودي في ترتيبه العالمي؟ لو المنتخب كله هلال كان رضيت عنه. نواف فاشل جدا. والسبب؟ السبب ما فيها لا حكام كويسين. لا اللاعبين ما عندهم انضباط. دلع على اللاعبين زيادة عن اللزوم. هذه أهم الأسباب يعني. طيب كيف تشوف الإعلام الرياضي؟ الإعلام الرياضي كله إثارة ومطاقات وهواش. يعني رايح فيها حتى. يعني اللي هاوش صار هو الكويس، يعني يسوي لك إثارة عشان تتابع. فيصل لو سألتك عن يعني بعض الهاشتاجات، الصور، الفوتوشوب، الواتساب، النكت اللي تصير على الفريق المهزوم. الفرتشوب هذا وشو ذا؟ وش قال هو؟ فرتشوب. وش فرتشوب يا اخوي؟ فوتوشوب قصدك؟ اي هذا تقول. انت ما تعرف فوتوشوب ايش يعني؟ لا هذا فوتوشوب برنامج هو. لا 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 هذا زين اللي ما يدري عنه. هذا فوتوشوب النشا ينحط على الشماغ وزي كذا. مريتو زي مريتو. ايوه زي مريتو شغلات. طيب نواف لو سالتك عن الطقطقه اللي تصير بعد كل مباراه. جميله، انا استمتع فيها ياسر والله. يعني أنا حتى وان كان عن النصر. شوف اذا نهزم النصر انا اقفل جوالي يومين وما اخش تويتر يومين عشان اريح راسي، يعني ما يحتاج. جميل. والله ما تلا. لكن اذا فاز النصر تقتحم هذه المواقع. انا اسهر واجلس الى يومين زياده ما انام يا حبيبي. يدق علينا طقطق. اذا فاز النصر. اذا فاز النصر يدق علينا. طيب لان هي معدوده اصلا. طيب كنت بتقول شيء قبل شويه. ما ينام يومين يقول لك ما تنام يومين. اسهر يومين يا اخي الرسمي هذا يومين. خلى يضبط شماغه بس. واتعب يومين والعب يومين. لحظه انت الحين بتخش عشان الموضوع هلالي وهو نصراوي يقول لك اهجده. هذا موضوع مو في مخرج خمسه. طيب اوكي تعصب ده ما عندنا في الامور هنا. يعني انت ما تستحي وانت تتكلم عن النصر. النصر لو سمحت لا نصر ولا هلال ولا غيره يا اخي. لا تخليني اجيب طاري الهلال. يقول لك الكل شيء. اجيب طاري الهلال. الكل شيء ياخذ من اسمه نصيب. الرسمي دعا كل شيء ياخذ من اسمه نصيب عدا النصر، ماخذ العكس. يعني الهلال بالنادي حاطين هلال جوا ولا شلون؟ ما فهمت انا. انت مسوي انك فله الحين؟ اقول لا مو عليك يطيح شماغك بس. يا حبيبي ذبتك نايمه. طيب اوكي الحين تصحى وتشرب شاي وتروق وامورها تمام. نواف احنا اكبر من هذا الموضوع اللي قاعدين يتكلمون عنه. اكبر دليل انهم زعلوا بغينا نخرب الحلقه اوكي ونوقف تسجيل علشان فيه هلاليه قاعدين في موضوع التعصب. يا شباب احنا جايبينكم علشان نناقش موضوع التعصب الرياضي مو عشان نتهاوش. ياسر دقيقه بس، ان جايبهم عشان جايبنا عشان نتناقش على الكوره صح؟ تعصب رياضي اوكي. ان جايب واحد انا شفته مره بالحاره جالس يلعب كوره وهو طاق الكوبرا.
ترجم منه هذا؟ لا يا شيخ ضحكتني والله يا رجال مرة. أنا 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 اسمحوا لي مستمعينا الكرام، اسمحوا لي أعتذر عن هذه الحلقة، ما قدرنا نكملها بتاتا، في أمان الله. يا أخي لو بتكلم عن الهلال بقول لك العالمية صعبة قوية. يا عمي خليك ساكت. لا محمد شوف خذ آسيوية بعدين تعال تكلم. يا أخي أنتوا طلعتوا من آسيا قبل تدخلونها. خذ آسيوية بعدين تعال تكلم. الناصر في عام 2000 ما أخذ الآسيوية يا حبيبي. الناصر كان يشجع فريق عشان أخذتوا آسيوية؟ ماخذينها. متى؟ واصلين العالمية. أي عالمية يا حبيبي واصلينها. مو ياسر ياسر أي عالمية. مو لازم أوريك. أي شيخ طير يا شيخ ياسر. يا النصر النصر يلا. مخرج خمسة. مخرج خمسة أيمن. حنبدأ اللي بعده. مخرج خمسة. خمسة شباب. لا لا بكرة عندي مشوار. أنا ما لا لا والله بكرة موضوع مهم، تكفون لا تأخرون. أوكي أوكي سجل حالك. فمان الله. مخرج خمسة. فكرة وإعداد ياسر الشمراني، إخراج أيمن رزق.